أريد أن أبدأ هذه الكلمة بمسألة طارئة لم تكن مدرجة في حديثي اليوم، فإن قناة تلفزية طلعت علينا منذ ليلتين بشريط فيه إساءة لله عز وجل، وأحسب أنها تريد بذلك استفزاز مشاعر الشعب المسلم في تونس لتحميله على الرد بعنف على هذه الجريمة المنكرة، وغايتها من ذلك دفع البلاد في اضطرابات عنيفة تفضي في الأخير إلى تعطيل الانتخابات أو إلغائها أصلا. الله ونعم الوكيل. فالذين فعلوا ذلك نحسبهم أنهم من الذين قال الله تعالى فيهم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إنهم أعداء الإسلام وأعداء الديمقراطية وأعداء الشعب وأعداء الثورة. أعداء الإسلام لأنهم آذوا الله عز وجل، وأعداء الديمقراطية لأنهم يريدون تعطيل أكبر مظهر من مظاهر الديمقراطية وهو انتخاب الشعب لممثليه في المجلس، التشريك في المجلس التأسيسي. وهم أعداء الشعب لأنهم استفزوا مشاعره في أقدس مقدساته وهي الذات الإلهية، ولأنهم يريدوا أن يحولوا بينه وبين أكبر حق من حقوقه وهو حق الانتخاب. وهم أعداء الثورة الشعبية العظيمة لأنهم يريدون أن يعطلوا هدفا من أكبر أهدافها وهو انتخاب المجلس التأسيسي. هذه جرائم أربع يحق لكل مواطن أن يقاضي هذه القناة بها حتى تعاقب على فعلتها هذه، بل وينبغي لوكيل الجمهورية أن يقاضيها بها نظرا لخطورتها وانعكاساتها السياسية والاجتماعية والأمنية والدينية. وعليكم أيها الشباب، شباب الفيسبوك، أن تشهروا بهذه القناة على أوسع نطاق، وأن ترسلوا إليها الإلكترونية للاستنكار والتنديد. وإننا ندعو الأحزاب السياسية إلى استنكار هذه الانتهاكات الصارخة لأكبر مقدساتنا وإلى اتخاذ إجراءات عملية ضدها. وإننا ندعو الحكومة لاتخاذ إجراءات عملية ردعية لإيقاف هذه الحملة الشرسة ضد الإسلام وضد مشاعر المسلمين. وإننا سندعو بإذن الله في المجلس التأسيسي في حال نجاحنا بعون الله لتمثيلكم في هذا المجلس، سندعو إلى وضع بند في الدستور يجرم الاعتداء على مقدسات الشعب المسلم.